يدور عليهم مؤبنا وهو يحمل لواء أبي الفضل العباس، يقف على مصرع مصرع أحباي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، لكن ما قصرتوا أنتم ها، ولكن ما على الموت ما عتبوا. إلى أن أشرف على تلعة من تلعات الغاضرية، أطل على جسد قمر بني هاشم، عباس ما بين مصرعك الفظيع ومصرعي إلا كما أدعوك قبل وتنعم، هذا حسامك من يذب به العداء، ولواك هذا من به يتقدم. وإذا القاسم ورا الحسين، عم حسين أنا أتقدم، النوبة نوبتي، الميدان ميداني، الجولة جولتي، لتحتار يا عمي لتحتار، لتحتار يا عمي لتحتار، لتشوفنا في عيونك صغار، فرحنا إذا من شبت النار، أبونا علي حادر الكرة، أبونا علي حادر الكرة. فبنه الحسين إلى صدره، بني قاسم لا تجعلني أرى شبابك معفرا على بوغاء كربلاء، الآن رجعت من مصرع عمك العباس، أتريدني أن أقف على مصرع أخي الحسن؟ أنت العلامة من أخي الحسن، ارجع ارجع. أرجعه إلى الخيمة، رجع منكسرا بأبي وأمي، شافت رملة، ها بني قاسم ما بيت وجهي عند الزهراء، ليش رجعت؟ قال أماه عمي أرجعني، قالت لعله استصغر سنك، طولت ثيابه، أرجعته إلى أبي عبد الله. جاء إلى الحسين، برز بين يديه، ضمه إلى صدره، بني قاسم ارجع إلى أمك تتسلى بك. قال عم حسين أمي هي التي أرسلتني. رغم هذه الواسطة أرجعه الحسين، أرجعه، ما تحمل أن يراه مدرجا على بوغاء كربلاء. تقول له فرجع ووضع ظهره مستندا إلى عمود الخيمة، ووضع رأسه بين ركبتيه مهموما محزونا مغموما. هذا محضي عند الإمام الحسن، محضي. الرواية تقول الإمام الحسن على فراش الشهادة أخذ يد القاسم ووضعها في يد الحسين، وقال أخي حسين هذا وديعتي عندك، ليكن ينكسر خاطره أبا عبد الله. ما معنى ينكسر خاطره؟ يعني أبا عبد الله أنت حاشاك تكسر خاطره، ها؟ لكن لا ينكسر خاطره عندما يبرز بين يديك يطلب الشهادة. حسين وصى به، الحسين وصى به على فراش الشهادة، جاسم يا خويا كان جاك الغاضرية يطلب الرخصة وينزل العركة الدمية، شو ما يسوي؟ خلى يا خويا يعتفر في هالوطية، يفديك يا ابن امي يا نور العين يا حسين، يفديك يا ابن امي يا نور العين. بعد عندي وصية اخرى ابا عبد الله، وان كان شلت الولد يوم عثر اخر، شنو اسوي ابا محمد؟ جيبه الخيمة ومدده في طول الأكبار، وامسح على جراحه وعلى راسه المعفار، خل عمته زينب تغسل بدمعة العين. وضع ظهره مستندا إلى عمود الخيمة، ها متحير. فرجعت له به الذاكرة
أن أباه الحسن عليه السلام وضع له عودة مربوطة، يعني ورقة صغيرة ملفوفة رسالة على عضده لا تفارقه. قال بني قاسم: إذا وقعت في هم وغم شديدين فافتح ينجلي همك. سيد هاشم البحراني في كتاب مدينة المعاجز يورد أن هذه الحادثة من معاجز الإمام الحسن عليه السلام، من معاجز الإمام. وهذا معناه أن القاسم طيلة حياته، يعني 14 سنة 13 سنة لم يدخل في قلبه هم وغم في كنف الحسين وزينب إلا في مثل هذا اليوم. قال بعد: أي أعظم من هذا الغم والهم؟ أعمامي مجزرين، إخوتي على بوغاء كربلاء مقتلين، إمام زماني وحيدا فريدا. ففتح تلك العودة وإذا بها سطران كاللؤلؤ المنظوم، من الأب المسموم إلى الولد المهموم. بني قاسم: إذا خيمتم بأرض يقال لها كربلاء ورأيت عمك وحيدا فريدا فلا تقصر في نصرته كي تحظى بالدولة الأبدية والسعادة السرمدية. جاء القاسم متهلل الوجه: عم حسين لقد حصلت الرخصة. قال: من وين بني قاسم؟ قال: من إمام معصوم مفترض الطاعة. قال: أنا الإمام المعصوم. ناوله العودة فتحها الحسين وإذا بخط الإمام الحسن: بك من شاف خط الحسن بيده. لم ير بدا من ذلك. قال: إذن بني قاسم أنا أوديك المعركة بمثال أخي الحسن. أخذ القاسم بيده، جاء إلى خيمة زينب. أخي زينب علي بصندوق أخي الحسن. النساء سمعنا بهذه الحادثة، تجمعنا جميعا في تلك الخيمة. ماذا يريد الحسين؟ ما إن جاء بذلك الصندوق. فتح ذلك الصندوق ففاحت روائح الحسن الزكي، فتصارخن النساء: وحسنا يا ويح قلبي من فتح بيده الصندوق ولبس ثياب المجتبى والقلب محروق. هاجت حريمة بالبكا وكم جاب مشقوق. زينب الطالع وإذا به لبس القاسم قباء الحسن، نعلي الحسن، رداء الحسن، قلده سيف الإمام المجتبى. شوف هذه فيها رمزية أن كربلاء حسنية وحسينية. بعد فلكن احتار الحسين عندما أراد أن يلبس القاسم عمامة الإمام الحسن، كانت كبيرة عليه، لهذا شقها نصفين، نصف على رأسه ونصف أدلاها على بدنه، فأصبح كهيئة المكفن. زينب تغير وجهه وانفجعت بأبي وأمي، صاحت: يا ظلنا الممدود والفي، يا بعد الأب والجد والخي، أنا من الحزن قلبي انطواطي، تلبس جفن جاسم وحي. وعمت زينب شافت كروب ومن فعل أخوها رادت الذوب، نادت دمع العين مصبوب: هذا كفن يا حسين لو ثوب. بعد شوي تحول إلى كفن. ثم جاء به إلى وسط المخيمات ونادى عليه النبي أن يودعوا هذا الشباب: لزمة ركاب الحزينة وعمت ابن حرات شمه، ومن الخيم مدهوشة طلعت تنادي أمه: يا ابني يا جاسم هالوقت عزمك لعمك ضمه، لليوم إذا خيرتك بالك تخيب ظنوني. هز الرمح وتكلم يا والدك
تدعي لي رايح انا يا الوالده من غير ما تقلي لي عمي وحيد بكربلاء وافديه انا بوصالي انتي وعمتي زينب للمعركة زفوني. لكن أمه عندي وصية أخيرة بما توصي بني قاسم؟ بوصيك يما وصية ذكري يا يما شبابي بوصيك يما وصية سمعي لفظ جوابي شبال لو شفتي يوم ذكري يا يما شبابي محروم من شم الهوى من دون كل احبابي. بعد عندي وصية أخيرة أمها عطشان انا يا الوالدة وقت الشرب ذكريني. ثلاثة ايامها جميعا لم يشربوا الماء. يقول حميد بن مسلم بينما نحن وقوف اذ خرج علينا من بطنان المخيمات شاب كأن وجهه فلقة قمر تبردق فوق مهره وقال يومي وقال الرايت على الخيل حومي ذبها وقال للرايات قومي عن دربي يصير ذياب في البار ما هي إلا لحظات وإذا بالرياح تسوق صوت القاسم إلى الحسين عم حسين عليك مني السلام. شوف هذه الصورة الموجعة. حميد بن مسلم يقول رأينا من الحسين فعلا لم يفعله أبدا. ها وين راح الحسين؟ يقول قبل لا يوصل إلى القاسم أولا بحرارة قض على قاتله الأزلي وقتله ثم وقف على مصرع القاسم وهو ينادي بني قاسم يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم كثر واتره قل ناصره قتلوك وما عرفوا من جدك وأبوك. جاء الحسين مسرعا وهو يصب المدمعا رآه غدرا صرعا ورأسه قد فرعا. احتمل الشاب على صدره ها ما تحمل يشوفه وطئا تحت سنابك الخيل. لكن يقول حميد بن مسلم رأينا رجلي القاسم تخطان في التراب ها فقلنا أكان القاسم أطول من عمه؟ دققنا وإذا بظهر الحسين منحني من ساعة من ساعة وقف على مصرع العباس وهو يقول الآن انكسر ظهري. جاء به مدد ما بين خوته بشعيدهم يا ويلي وهم موته بس ما سمع عن النسوان صوته. اجت امه تصيح الله اكبر لله صبرك يا ابن دحاي الابواب حامل على صدرك جنازه معرس وشاب. دخل خيمه القتلى يا بيت الدعاء خيمه القتلى تقول الروايات فدخلت بعده بعده نيئه زينب ولكنها لم ترى الحسين. دققت النظر وإذا بالحسين مضجع بين الولدين بين الأكبر والقاسم مرة ينادي ولدي علي ومرة ينادي ولدي قاسم. رمل بأبي وأمي واقفة عند باب الخيمة قالت لزينب مولاتي زينب
أنا أريد أن أتودع من ولدي لكن مستحية من الحسين، أريد أشوف منظر ولدي، منظر ولدي. دخلت زينب على الحسين، أبا عبد الله نور عيني رملة واقفة، خرج يكثكف دموعه. صوري ياي رملة عدها قمر من أقمار بني هاشم، ها شبيه الحسن المجتبى. لما دخلت ورأت جبينه منفطر نصفين من السيف، ماذا كان حالها؟ يا ابني يا ابني قوم وتذكر دلالي، يا ابني يا ابني يا ثمر قلبي يا غالي. اتصور النساء الفاقدات، ها المجروحات، شفتهم لو لا؟ شفت امثالهم لو لا؟ شفت امثال رملة لو لا؟ يلا ها نواسيهم جميعا. ها يا حبيبي يلي غذيتك حناني، يالذي راح ونساني، بيك صوبني زماني، رد علي يا نجم سعدي يا جاسم، لا تظل بالغبر نايم، يلي زفوك بصوارم. اسمع اسمع اسمعها. انا رملة اني المحزونة امك، اسمع اني المحزونة امك، ودي بصدري اضمك، ريت اتخضب بدمك. لكن هذا البيت اصعبها، ودي والله. شنو ودش يا رملة؟ ودي والله منك اسمع يا ابني كلمة. اي كلمة تريدين يا رملة؟ بس تناديني يا يما. نادي انتحل جسمي يا جاسم من ونينات، ذوبت قلبي لا تصد لي بعينك، عريس يا ابني وللمقابر زافينا، صار بطرد ساعة زفافك والمنية، انا من شفت عمك لبسك تفصيل، قلت الولد ما يعود من حومة المه. قومي يا رملة وادعي شمعة الشب، شق على العريس جيبك يا زكية. ما ينسى المظلوم يوم يرد الخيام، حامل على صدره يشي على الولد جسوم.